مرة نسوم مرة نحت الفاتر خويا بحكم خدمة وكذا تعبة تلقى نهار كل يومات الكل مش لازم أنا بشي عادي سايم ولا كذا يفيق سبيع يشرب ولا كيف سيجار ويتعدى على روح كمان. 9 شهور معناها إنسان فاطر يفطر كل يوم قدام العباد وكل شيء. هو 9 شهور هذاك يجيك الشهر هذا نتاع رمضان، شهر رمضان الفيل. بالطبيعة ما عادش عنده استيعاب باش يتفكر اللي هو رمضان. شكون اللي باش يصوم لك على معناها إنسان يعدي في من كثر الشيخة اللي حطها في راسه باش يفز الصباح مزنزن على قهوة، مزنزن على دخان، مزنزن على برشا حاجات. نمتني واحنا ما نشوفوش في الاطار هذا رجال كبار والعباد كبار معناها باش يسوم راهو هذاك معناها يصوم رمضان جاوا به. كي تجي تشوف الشباب راهو معناها قبل مستهلك برشا حكايات ما عادش يحب ما عادش عنده معناها واحد طاقه باش يقاوم الصيام. انت عندك طاقه ولا انا والله انت والطقس مره تصوم مره تفطر يا مره نصوم مره نفطر تقول فيها وتضحك ملي مش نضحك هو صحيح ما يجيش عيب فهمتني ولا ما اخويا كيما تشوف كيما كنت نحكي لك توك انت تعرف اللي شهر رمضان فرض معناتها لازم الصيام ماهوش حاجه اشواء ولا سنه ولا هكا ولا صحيح ولا اجي نحكي لك هو كل واحد واسباب فما اخويا زاد تلقاه مروا الصحه معناها جو معناها مش ما نجمش يطيق كيفاه باش يصيم اما زاد اخويا اللي ما يعتبروش رمضان جمله استغفر الله العظيم فهمتني ما يحسبوش برا نهار كل يومات الكل مش لازم انا باش يعدي صايم ولا كذا يفيق سبيع يشرب ولا كيف سيجار ويتعدى على روحه كم نهار. انت علاش تفطر في رمضان؟ انا خليك تفطر والله ما نكذبش عليك امور صح باش تكون صح صح اي معناها عندي بيك عندي نشوف فيك كامل متكامل لاباس عليك تحكي مليح شنو اش بيك بي انا كي نعطيك انا علاش نفطر في رمضان علاش تفطر ترى انا عندي ضعف المناعه نشرب دوايه في كل نص النهار ويقول لك لا على المريض يحرج لازمني نشرب دوايه في نص النهار باش نجم معناها انسان يبقى المناعه نتاعو فقر الدم حتى انا عندي فقر الدم وما نفطر وانا عندي ما انت ديابيتيك معناها فطر مش كيف تو انت كتشوف شوف قداش فقر الدم مرض ماهوش لا 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 انا ولد مرض ما يستوجبش الفطار معناتها تنجم تعيش به وتاخذ دواك مع شقان الفطار عادي. انا كي ناخذ استشاره طبيه من عند طبيب واي طبيب نمشي له في اطار معناها واحد يقول لك راهو معناها انت كانسان ما تنجمش معناها تقاوم اربع معناتها 18 ولا 17 ساعه صيام فهمتني؟ راك انسان كان باش تحط في حاجه كيما هكاك معناها راك بطول الوقت كل مره باش تزيد تضعف وبدنك باش يضعف معناها باش تولي حالتك من اسوء الى اسوء. فهمتني بالنسبة لي أنا هذا أنا وطبيب الخمر أنا برشا بتاع الخاص أنا وطبيب بجاه ربي أنا شنو يقول لك أنا وطبيب؟ طبيب تحب نشاوره معاك يقول لك ما تصيمش نقول له بالصيف نصيم أنت معاه أو ضد فتح القهاوي في رمضان؟ لا ضد ياسر ما نحبش كيفاش؟ أخويا كيفاش معلم عباد جي كيف يشرب قهاوي في رمضان وكذا عباد متعدية صايمة وعباد كيفاش جي لهنا معلم باش يتعدى تشرب قهوة يقول معناتها وين عصيتم فاستتيروا يعني حتى كي تفطر ما تفطرش قدام العباد. إيه صحيح. أنت تفطر قدام العباد؟ لا بوسيبل إني نفطر قدام العباد شكون المجنون اللي باش يعمل هذا؟ هذا اللهم إذا لقيت إنسان يفطر قدام العباد راهو مستهتر من العباد مستهتر وما عندوش معناها ما عندوش اهميه وقدر للروح فهمتني ولا على اتجاه العباد عباره اني باش نتكيف ونعملهم وشي ما كفايه وعمل لي عباره عايش باندي ولا سفور عليه هذاك معلم انسان ما نحطوه نحن مع سرب الحيوانات فهمتني بالنسبه للانسان المريض حتى كان باش يعمل معصيه ولا باش يغلط معناها يمشي يشوف بلاصه تركنا يعني يتكيف سيجار ويشرب حاش انت تشوف بلاصه تركنا انا لا انا ما مازال ليه مازال مش ما نشوفش بلاصه نتاع اليوم فاطر مين انا اليوم والله فاطر فيه فاطر خويا بحكم خدمه وكذا تعبه تلقى انت بررت لي افطارك بالمرض لو جيت مش مريض لو جيت مش مريض مش مريض بتبيعه فما واحد يسيم ما عنديش علاش ما نسيمش نجم انا بودي تو قريت انا بودي تو نسيم لكن حتى دارنا بحكم دارنا يقول لي يا ولدي ما تنجمش ما غير انا كنت فوت نص نهار بالراس يصير فيك اللي شباب اليوم نفسيته ضعيفه في ساعه يضعف معناتها شهواته كما قلت لي انت معناتها يبدا مدمن معناتها مخدرات يبدا محشش على الدخان يستسهل شهر رمضان هو يستسهل شهر رمضان كيفاش نشوفه نحن يعيش في مثلا 9 شهور معناها انسان فاطر يفطر كل يوم قدام العباد وكل شيء
هو 9 شهور هذاك يجيك الشهر هذا نتاع رمضان، شهر رمضان الفيل بالطبيعه ما عادش عنده استيعابه باش يتفكر اللي هو رمضان. ولا بات نشري في قش ندور هكاك نروح. خالص جديد ولا؟ خالص جديد ليه بخدمتنا الحمد لله ما نصحكش. شنو تخدم؟ فلاحة. فلاحة؟ في تونس؟ لا مش في تونس، أنا نسكن في حي الورد بالضبط جاوب. إيه؟ عندنا فلاحة غاديكا وبرشا حيوانات وبرشا. أنت فلاح مالا قدامي؟ نجم تقول الحمد لله. احكي لي شوية على لوكك. شبيه لوك باندينا بلاك بوتس بلاك نوار جاوي بيك قشت ناس تحس باندينا حاجة نورمال خويا ما نلبسوش هكا الأحمر مع الأزرق مع الأبيض حاجة تجي هكا معلم تخرج جوك باهي محليك على الأخر ما هذيك حاجة جات سينية هذي هذا لا ما نشربوش سينية خويا نحن ليش ما ولينات سينية لينات لا مش سينية الوهرة عندها ناسها كل واحد وريقه